نعم. عندي والدتي كبيرة في السن صار عليها حادث قبل يمكن مدة سنة، وبعدين ندرت قالت ندر الله ندرك ان الله اشفاني، لا اصوم شهرا كاملا، والان هي مريضة كبيرة في السن فيها سكر وضغط، هل هي تصوم الشهر هذا ولا تصدق عنه؟ لا ما تصدق عنه، لا بد ان تصوم، ويقال لها انت الذي الزمت نفسك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، حتى بعض العلماء يقول النذر حرام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. هل الله عز وجل ما يشفيك إلا بشرط؟ أجب. الله كريم واسع الفضل. من يسأل؟ نعم. أقول هل الله ما يشفيك إلا بشرط؟ لا إن شاء الله، الله يشفيه بغير شرط. طيب ليش تشرط؟ هل العجوز هذه ليش تشرط؟ تشرط قالت إن الله أشفاني إني أصوم شهر كامل. أقول غلط منها هذا، الله يشفيها إن سألهم قد لها الشفاء على سواء نذرت أو ما نذرت. أول إنهها عن النذر وأنهى غيره عن النذر وقال لي كاتب الله بيجي، وهي يلزمها أن تصوم شهر. الآن بيننا وبين رمضان شهرين، تبدأ إن شاء الله من أول رجب، والنهار صار قصير الآن، والبراد أيضا أقبل إلينا، وتستعين بالله وتصوم. أما أنت تصوم رمضان؟ طيب هذا مثل هذا نذر، لازم تصوم. هذه إن شاءت صامت في رجب، وإن شاءت صامت في شعبان، وإن شاءت من النصف من رجب إلى النصف من شعبان. لابد. أغلى ذنبك يا شيخ. آمين.